السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. رجعنا لكم فيديو جديد ومميز من ضمن سلسلة مغطيات التربة. طبعا نباتنا اليوم كتير فريد من نوعه، لهيك أنا احترت أنه ضمه لفئة النباتات المغطية للتربة أم النباتات المتسلقة أم النباتات المعلقة أم الصباريات والعصاريات، لأنه هذا النبات فيه يعمل كل هاي الشغلات اللي حكيت عنها. فهو نبات مغطي للتربة بيفترش الأرض، وأيضا فينا نستخدمه كنبات معلق بيعطي منظر جميل جدا، وأيضا هو من فئة العصاريات. قبل ما نبدأ بالحديث عن نبات أطر الندى الرائع، لا تنسوا أنكم تحطوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وأنه نفعل زر الجرس. وهلأ خلينا نبلش. أطر الندى واحد من النباتات سهلة العناية وسهلة الرعاية وأيضا سهلة الإكسار. بنهاية الفيديو راح أعلمكم طريقة سهلة جدا لإكسار هذا النبات. من ناحية الإضاءة، هذا النبات متعود على الشمس الكاملة، يعني أشعة الشمس الكاملة، ولكن لا بأس ببعض الظل، يعني إذا حطيناه بمكان بيتعرض للشمس الكاملة طيلة النهار وجاء ساعتين أو 3 ساعات ظل، يعني بدون شمس مباشرة، يعني أشعة قوي بدون شمس مباشرة، هذا الشيء ما بيأثر، بالعكس بيفيد النبات، لأنه هو بيزدهر أكثر شيء بالأماكن الشبه الظليلية، يعني تحت أوراق الأشجار، يعني تحت الأشجار. من ناحية الحرارة، هذا النبات محب للحرارة العالية، لهيك بيزدهر عندنا بفصل الصيف وفصل الخريف، بنلاقيه زهر وأعطى هاي الزهور الجميلة. أما من ناحية الحرارة المنخفضة، فهو مثله مثل النباتات العصارية بتتأثر بالصقيع، ولكن بيختلف عن النباتات الأخرى العصارية على أنه قادر على التأقلم وقادر على التجديد. فبمجرد زوال خطر الصقيع بنلاقيه كون أفرع جديدة واستمر بالنمو. لهيك نحن بعد ما يسقع أو بعد ما يتعرض للصقيع بنقوم بتقليم الأفرع المتضررة بالصقيع مشان نساعد النبات على التجدد وأنه يعطينا أفرع جديدة ويكفي بافتراش الأرض أو يعطينا منظر معلق مثل هذا النبات. واللي بيزيد مزايا هذا النبات على أنه غير متطلب أيضا بشكل كبير للرطوبة، فري هذا النبات بيكون فقط عند جفاف التربة، يعني حتى تجف التربة بشكل كامل نلمس نحن التربة، إذا لقيناها جافة بنقوم بعملية السقاية. فهو نبات غير متطلب كتير للرطوبة باعتبار على أنه نبات عصاري وقادر على اختزان الرطوبة داخل هاي الأوراق العصارية، فهو نبات غير متطلب من ناحية الرطوبة. وإذا نسيته حوالي 10 أيام 15 يوم بدون سقاي ما بيأثر عليه إذا كان موجود بأصيص كبير. من ناحية التسميد، فهو كمان غير متطلب بشكل كبير للتسميد، ولكنه بيستجيب للتسميد الكيميائي بشكل سريع، بيعطينا نوات وأزهار أكثر إذا حطينا له سماد MBK المتوازن 20-20-20 اللي حكيت عنه قبل هالمرة بهاي الحلقة. شوفوا الحلقة، راح أترك لكم رابطها بصندوق الوصف أو راح تطلع لكم هون بعلامة الآي. ومن ناحية التربة، هذا النبات أيضا بيمشي حاله بأي نوع من أنواع التراب، ولكنه بفضل التراب الخفيفة عن التراب الثقيل باعتباره نبات عصاري وما بحب الرطوبة الأرضية الكتيرة. لهيك إذا حبيتوا تزرعوا النبات اخلطوا خليط ما بين نص تربة عادية ونص تربة رملية أو نص رمل مع نص تراب، يعني حاولوا تخففوا التربة قدر الإمكان. وهلأ بنجي على الفقرة اللي بتحبوها بكل فيديوهاتنا، هي كيف منكاسر أو كيف منحصل على أعداد جديدة من هذا النبات. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، بمجرد أنك تغرس أي عقلي من النبات، سواء كانت عقلي طرفية أم عقلي من الوسط أم أي عقلي من النبات، رح تجذر بسرعة قياسية ورح تعطيك نبات جديد. مثل ما أنكم شايفين، أنا هون أخذت عدة عقل من النبات وقمت بزراعتهم بكيس فيه تراب مبلل ومرطب بشكل جيد مشان العقل ما تتكسر، لأنه هذا النبات حساس جدا للكسر. فلهيك وقت كنت تزرعوه ما بنصحكم تزرعوه بتربة جافة، قوموا بترطيب التربة بعدين تسهل معكم عملية غرس هاي العقل. وطبعا بعد حوالي أسبوعين لثلاث أسابيع رح تحصل على نبات جديد ابتداء من هاي العقل فقط. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي تكلمنا فيه عن نبات أطر الندى أو ورد الصباح. نبات رخيص الثمن، سهل العناية، سهل الإكسار، غير متطلب من النباتات المعلقة، وأيضا من النباتات المفترشة للتربة لأنه بيغطي عيوب التربة وبيعطيك سجادة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لنا لايك الفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإذا عندكم أي سؤال عن هاي الحلقة أو الحلقات السابقة اتركوا لي إياها تحت بالتعليقات. كان معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. صلوا على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.